مركز المجلس. لذلك قلنا احنا جميع قوم تتخطى الاول نبدا عامه ليش نحسبين الهندسه المدنيه الهندسه الامه. ليش توعدين ايش يهمني مثلا استاذ بالكليه ولا خارج كليه؟ لا لا ما تجي كليه الهندسه. تاسست في 93 الغرفه اللي قلت فيها والله الضيق. الغرفه بعدين يجي الضيق، تو انقطع الضيق. الجانب الاخر اللي نحكم عليه احنا كان ممكن مهندس مدني يتدخل في الموضوع هذا نجوز القطاع الخاص. اذا كان 125 وحده هذا نحن نجوز ان شاء الله المتخصص بعدين يعني احنا قدرنا نكون مدني في التعليم في الصحه في البلديه. تسمى هندسة إنشائية، طبعا نحن عارفين الهندسة الإنشائية هو فرق من الهندسة المدنية. تم إعطاء محاضرة تعريفية عن قسم الهندسة المدنية لطلبة الاتجاه العام لكي يتمكنوا من تحديد تخصصاتهم المطلوبة إن شاء الله بعد هذا الفصل. قسم الهندسة المدنية أسس 1993 بجامعة درنة وتطور والآن لعدة شعب طرق ومساحة وإنشائي واليوم تم تعريف الطلبة بأهمية قسم الهندسة المدنية. قسم الهندسة المدنية قسم يعتبر الهندسة الأساس، يعتبر هندسة الأساس وهي الهندسة الأم. يسمون فيها هندسة الأم لأنها هندسة شاملة تدخل في جميع المجالات، في المياه، في الطرق، في الجسور، في التربة، لذلك سموها الهندسة الأساس، الهندسة الأم. تم حضور هذه المحاضرة مجموعة من الطلاب عندهم هواية بقسم الهندسة المدنية وتم إعطاء محاضرة تعريفية بخصوص ذلك. محاضرة من هذه المحاضرة مجموعة أعضاء تدريس قسم الهندسة المدنية ومن ضمنهم الأستاذ عبد السلام الخرشوفي رئيس مكتب خدمة المجتمع وحاضرة دكتور سالم رئيس عميد كلية الهندسة.